الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف. فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف، وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها. السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية. فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف. إذا عرفنا معنى السلف والسلفية، حينئذ أقول أمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص، كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية. هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة. ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة، وبخلاف ذلك الخلف، فالخلف لم يأتي في الشرع فناء عليهم، بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر الحديث، كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وغم لجماهيرهم بمفهوم الحديث، حيث قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث خص المذهب في آخر الزمان بطائفة، والطائفة هي الجماعة القليلة، فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما فوق. فإذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح، حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو أن كل مسلم يعرف حين ذاك هذه النسبة وإذا ماذا ترمي من العصمة، فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة